عودة لمتابعة فقراتنا بأجندة اليوم. نوصل هلأ لجريدة اليوم. هن مجموعة جرايد أكيد بتصدر كل يوم ببيروت، وكل جريدة بتحكي حسب هويها السياسي. إنما بفقرتنا لليوم بعشرين أيلول بصيرنا نرحب بالأستاذ شاكر نون، رئيس جمعية بلدتي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. أهلا فيكم. يعني بس هيك الواحد يقول بلدتي بحس بالحنين، بحس بالنوستالجيا، بحس بالبراءة لبنان يلي ما عم نشوفها أبدا. يعني إذا في خلاف بين حزب التقدم الاشتراكي وبين حزب الكتائب، المواطن اللبناني عم يدفع الثمن، وهن مع آخر همهم. خلينا نقول عم نحكي نفايات هلا. عم نحكي بلدتي. فتنا دغري بالموضوع. إيه. بلدتي مثل ما قلنا يعني بتطلع أنت شو أولويات الناس، شو اهتمامات الناس. بس كتير آخر فترة نحن مضطرين نمشي عكس السير، لأنه مثل كأنه كل الناس شربت من النبعة. يعني ضعنا، والخلل يلي صاير أنا بقول على مستوى الناس هيدا اللي بنضوي عليه، مع أنه ما رح يحبوا كتير أنه نحكي عن المجتمع المدني وواقع المجتمع المدني وقدي نجح المجتمع المدني. نحن بنعرف عبدو، نحن جيل حرب، وعرفنا أنه بأيام الحرب قدر المجتمع المدني يرتب وضعه ويعمل هيئات شعبية ويحل مشاكله، والمي الكهرباء. طيب في وضع مأزوم بالدولة، في فساد فهمناها، ما بقى حدا يبشرنا فيهم هودي كلهم سوا. بس في على المستوى المحلي نحن في واجباتنا مش عم نعملها على مستوى الإدارات المحلية. نحن المواطنين بدي أقول، بس بدي أقول المسؤولية الاجتماعية والدولة المدنية واللامركزية، معناتها أنا عم طالب بحق. لما بقول لامركزية، إذا بقول مركزية أنا بقول كله الحق عليهم. لما بقول لامركزية بقول أنا عندي دور. طب أنا وين مارست دوري باللامركزية؟ شو عملت؟ دايما الحق على حدا، دايما في قميص عثمان، دايما في دايما في سبب. والدليل انه اليوم سنتين نحن شايفين، مثل هيدي في نكتة بخبروني اياها، في زلمة كبير تعلم سواقة عن كبر بقى، وطلعوا معه بقى اخذوه عليه لعبد الله، انه عبد الله اول حادث عمله قال قبل بشي كيلومتر، قال لهم له 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 له، وضل عشان نص ساعة يقول له له وفات بالحيط. يعني شايفين الحيط من سنتين ومن عشرين سنة وسكلين والأزمة والأتاب. هيدا يلي بده يربح ورقة اليانصيب ومشاري ورقة اليانصيب. لا شركة عملنا، لا بلديات أنتجنا، لا قوانين خلصنا البلديات. هلا عملنا شركات مش شركة. لا لا، والحيط دغري بس يقلو بالحياة عم بيهر ليرات ذهب. تعرف من الحق أنا النقلة من شركة واحدة مونوبول لست شرك مثل ما كانت أول الخطة ما كانت عاطلة. أنت التغيير ما بيصير فجأة. نحن عن قليل فكفكنا مونوبول كان رهيب. يعني بفهم أنا بمطرح في حدا في أخطبوط بده مساحة خدماتية كتير كبيرة، بتضيع الطاسة لما بتحط جبل لبنان وبيروت، ما بعد مفهوم مين بده يقاتل مين. ونحن بعدين خلينا نحكي شوي وجعنا، ما في قرار سياسي موحد يغطي يعني هالعمل. ليش بمناطق تانية ما في هالمشكلة؟ لأنه القرار مطرح واحد. نحن اليوم هون ما في توافق سياسي، وهيدا مش شغلنا. خلينا ننزل على مطرح تاني كمجتمع مدني. اليوم بلش أنا بالإحياء بالبلديات طاحش قاتل، وهيدي المبادرات يلي كنا عم نقول يا جماعة نسون، هيدي النفايات هي نفاياتنا، وما زال عم تقولوا هيدي نفايات كنز ومصاري والبتكونية. طيب شو عملتوا انتو تتحافظوا على هالكنز؟ نحنا بدرنا كبلدتي وجربنا بمكتبنا قدام المكتب، اجا شي 200 بيت تقريبا، خلقنا شي اسمه نفرز.com وجربنا شغلة انها تنشوف معطيت الناس. نحنا بنقول فرز من المصدر، بس هل هالتورة الناس رح تتجاوب بهالموضوع؟ انا بقلك في ناس مرتبة فهماني، مش مزبوط الصورة اللي عطينا لللبناني. توصل المدام بأحلى سيارة، بتبقى مغسلتهم مرتبتهم فرزتهم خمس اشياء ست اشياء، تنزل بتحطهم كل قطعة مطرحها. بس هو ده بشكله من المجتمع اللبناني 1%. وهيدي الصدمة اللي أكلناها. يعني احنا بمنطقتنا في 30-40 ألف ساكن، اليوم لما انت بتجمع 200 بيت هيدا منه إنجاز. فإذا يلي بتنادوا انتو يا مجتمع مدني، يلي بقيتوا سنتين تصرخوا وتقولوا كاشتو قاش والزبالة فيها مصاري وفرز من المصدر، طيب شو عملتوا بهيدي الناحية؟ شو عملتوا بهالمجال؟ ولا شيء. طيب كم بلدية أنعتوا تتقلع؟ ولا شيء. ودايما نحن بدنا نحط الحق على الباقيين. طيب الباقيين يا خيي هيدي شركات تبغي الربح، مافيا، بدك يسميهم، هودي موجودين، انت شو عملت؟ ولا شيء. هيدي المبادرة اليوم يلي نحن أطلقناها بمزرعة يشوع، مشكورة البلدية لأنه غامرت. واليوم البلديات انا كمان اللي بكبوها دغري على البلديات، انا بدي اقول البلديات
برديت بتمري لأخذ الترخيص لمعملة بقيت سنة. ديوان المحاسبة هيدا اللي بدي أقول لك الغطاء السياسي هون بيلعب دوره. يعني ليه ملف بده يبقى بديوان محاسبة سنة لبلدية لما أنت بلا أثر بيئي بتطم البحر وبتطم العالم وبتطم الدنيا كلها سوا؟ وديك معلي إيه إنه هيدا الغطاء السياسي هون. أنا بعوز السياسة، بس أنا ما بعوز السياسة أو الأحزاب لا تعمل مثل الجمعيات. بتضحكني الأحزاب يلي صارت يعني بتولول مثل الجمعيات. أنت كحزب أنت عندك نواب، عندك وزراء، روح شرع، روح حلحل، روح أعمل هيدا النيفو تبعولك، وروح افتح باب للتجمعات والجمعيات والبلديات. طب يا أخي كيف ربحتوا بالسياسة؟ ما عندكم بلديات بتمونوا عليها؟ طب كم بلدية مشيت؟ نحكي ببلدية واحدة مش عايب؟ صح. خلينا نقرأ احنا وياك شوية عناوين صحف وبنرجع لهذا الموضوع. بنبدأ مع صحيفة السفير. أردوغان يحتل بهدوء، وكاري يحمل دمشق مسؤولية حادث دير الزور، وسوريا الهدنة تتلاشى والخوف من اشتعال شامل. صحيفة النهار عنوانت إعلاء الصوت بخطة لإعادة اللاجئين، سلام في نيويورك، ماذا فعل العالم للبنان؟ قزي يطرح مشروعا تفصيليا للعودة وينتقد ذهاب الوفد من دون وحدة موقف. كتلة المستقبل ترد اليوم على موجة التركيز على موقف الحريري من عون. أيضا بعناوين دمشق أعلنت انتهاء الهدنة ومحاولات أمريكية روسية لترميمها. أيضا بعناوين صحيفة الأخبار عنونت بدورها الحريري لم ألتقي باسيل. نعم. ولا انتخاب للرئيس في 28 أيلول، هدنة سوريا الفشل المؤجل، وفي الصورة كيف أدار العدو معركة الجنوب وفشل المسلحون، وقعوا اعترافا خطيا بإسرائيل مقابل دعم معلوماتي ولوجستي وعسكري، 4630 قتيلا من المسلحين خلال 28 شهرا في درعا والقنيطرة. خلينا نقول كمان بصحيفة السفير ضمن علم وخبر، بعد تصريح وزير العدل المستقيل صحيفة الأخبار، بعد تصريح وزير العدل المستقيل أشرف ريفي لقناة الام تي في بأنه سعد الحريري انتهى والسنة ينتظرون حريري جديدا، وكلامه الإيجابي تجاه النواب بهي الحريري فؤاد السنيورة ونهاد المشنوق، وقوله أنه التواصل قائم بينه وبينهن. كشفت مصادر مقربة من النائب الحريري إن بصدد التحضير لإصدار موقف شديد اللهجة يعني بهية ترد فيه على ريفي لنعى مسيرة ابن رفيق الحريري. هيدي بصحيفة الأخبار. إذن منروح أيضا لعناوين صحيفة الجمهورية، الرئاسة في الكوما إنعاش المؤسسات، وفي صورة ترنح الهدنة بإشارة للاتفاق الروسي الأمريكي وإيقاف الهدنة بعد عدم الإعلان عن تمديده، وأيضا تنقية وجدانية مسيحية على دروب قنوبين في تحقيق في الصفحة 5 من صحيفة الجمهورية، ووثائق تفاوض حلب العودة لمقترح صلاح الدين أولا مع علامة استفهام بالصفحة 7، وأوباما للأمريكيين كونوا يقظين ولا تخافوا، وبالرياضة مان سيتي لدفاعه عن كأس الرابطة. أيضا بعد نقرأ عنوان وبنرجع لأستاذ شاكر بعناوين صحيفة المستقبل، قمة الهجرة في الأمم المتحدة وعود سخية بلا تعهدات ملزمة، سلام ينذر العالم، وطني ينهار، والأسد يسقط الهدنة بتغطية روسية، السعودية تفكيك ثلاث خلايا إرهابية لداعش واعتقال 17. نرجع لك أستاذ شاكر، عم تحضروا لشي جديد حضرتكم هلأ؟ عم نعمل بروتوتيب. هو من 2002 نحن عملنا اللامركزية وعملنا لبنان الافتراضي وقلنا 1468 ضايعة هات لن كودرهم على مستوى الأقضية، وأقضية لبنان جغرافيا وتكوينيا بيشبهوا بعضهم، يعني تحلل تلقي لقضاء ممكن يمشي على كل الأقضية. بعطيك مثل، قضاء جبال بين نهر المدفون ونهر إبراهيم، طيب كسر وين؟ بين نهر إبراهيم ونهر الكلب، وهذا التقطيع الجغرافي بيشبهوا بعضهم، عندهم ساحل عندهم جبل. فإذا الحلول يلي عم نحكي فيها تتطبق على مستوى القضاء. أطلقنا تعرف بلدتي كل قضاء عنده مجموعته عنده منسقينه، ولقينا الأولوية اليوم بالمتن، حبينا ناخد من المتن مثل شو ممكن يصير على مستوى المتن باللامركزية الإدارية. بقانون اللامركزية الإدارية بتلحظ مجلس القضاء يلي هو شغلة جيدة جدا أنه أنت بشكل نسبي بتمثل كل القوى السياسية على مستوى القضاء وبتدخلها بالتنمية أو بالإنماء. جينا نقول خلينا نعمل شيء بيشبهه لهذا الموضوع، وبلشنا بتجمع بلدتي المتن
ضمينا طلبنا من الأربع أحزاب أساسية اللي موجودة بالمتن عند نواب ووزراء يعطونا ممثلين، طلبنا جمعيات المدنية، وبعدين طلبنا من وزير البيئة أي مقام، وقلنا هيدي طاولة حوار، تفضلوا يا كل المعنيين بموضوع التنمية وخاصة النفايات. التقينا أربع مرات بوزارة البيئة وعملتوا واتساب. اتحاد البلديات مش موجود. وزارة البيئة عملت لنا خطة، قلنا أعطينا المواقع أنت بإيدك، في خمس مواقع بالمتن في وزارة البيئة عندها جارانتي بانكير، وزارة البيئة عندها 60% شغور. كان في خيار أو بس في وزير شفتوه للوزير قدرته شفتوه؟ ليك الوزير لطيف. هذا غير بحث. هلأ بمطرح مش بمطرحه أو بمطرحه، هو مظلوم الزلمة يعني. حرام. بس نحن عم نقول عم تخفف عنه استشاكر. حرام. خليني أقول أنا بدي أشتغل بالعدة الموجودة بين إيدي اليوم. أنت لا يعني خلينا نكون واعيين. نعم. هيدا الموجود دولة مهرهرة، وزارات مفكفكة، شغور بالوزارات، كل واحد إذا بتسمعه بتلاقي عذره موجود. نحن وقت احتلال وزارة البيئة كان عندنا خيار. شو عذره لوزير البيئة أنه مش موجود؟ وزير البيئة أنه في 60% شغور وأنه ما في توافق سياسي. بس منكمل باللي بقيوا. عبدو أنا إذا بدي أفتح معركة بفتح مع الراس. أنا ما بنقي النقطة الضعيفة بوزارة. بس ما هو وزير الوزير. هو المعنى. أنا مطرحه كنت استقلت بس هو استقل. بس هيدا أكتر شيء فيه أطلب منه. مش عم بلحق بعد يوم دك السرات بعد في شوي. مضيك السرات. تقول لك شغلة وهذه فينا نقاتل فيها للأحزاب الحبة تعمل إنجازات. اليوم في بقانون الكسارات تأهيل الكسارات بيحط بده يأهل بده يعمل كسارة بيعمل جارانتي بانكير وبيعطيها للدولة. اليوم بإيد وزارة البيئة في جارانتي بانكير لخمس مواقع بالمتن. هودي بدهم تأهيل. شو بيصير اليوم؟ بروح على كسارتك يلي أنت محمية وبقول لك خلص بدي طبق الجارانتي بانكير وأهله. بتنزل لي جرافة وبدق للنايب وللوزير وبيقولوا لا عم بيأهل خلص ما فينا نفوت عليه. وواقعين بهيدي الديليما. طيب أنا لو أنا اليوم وزير بيئة بقدر طبق أنا بالمتن بظل قوة سياسية مغطية موضوع معين؟ إذا بده يشتغل إيه؟ شو بيعمل بينتحر؟ في غير وزراء عم يشتغلوا. بدها توافق سياسي مناطقي. مشان هيك قلنا على مستوى القضاء يا قوى سياسية فيكم تختلفوا بالسياسة قد ما بدكم، بس على هالموضوع الانمائي مش منطقي. ونحن عملنا جولة إذا بدك على العلن، زرنا النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال، زرنا النائب أغوب بكردونيا، بعدين ادي ابي الله المير ادي ابي الله على وعنا بالالقاب بدي ارجع اتذكر ما حفظ الالقاب وكفى وشيخ سامي جميل. وعملنا طرحنا فكرتنا وقلنا لهم يا جماعه اليوم هالمشكله ما في حزب يجي يقطفها، ما في حزب يجي يتقدم على الكل ويقول انا الحليت او الباقيين انتم ما بتفهموا. خلينا نعمل بارافان مثل ما بدي سمي بس غير مناطق، عاملين بارافان تنمية، جمعيات بيئية كذا، بالسياسة بيكون فيه الغطاء موجود، بس التنمية والبيئة بتجي هي بتحل المشكلة. والفضل بيجهر لإلكم، نيجي بنعمل شكر بنعمل بدكم إياه، بس توافقوا على هالموضوع بس تتعملوا تقل سياسي. اليوم إذا بدي أقول في مافيا وفي دولة وما بدها تعمل وما عندها مصلحة بجبل لبنان، ما أنتم مش مشكلين تقل. التقل ما بيجي من الجمعيات او من بلديه، بيجي التقل من توافق سياسي مهما كلف الامر. هيدي المنطقه خط حق احمر. هلا نحن هيدا مش موجود. وزير البيئه عم كون عقلاني ومنطقي، هل قد حدود قدرته يعمل؟ انا مطرحه بستقيل، ما بده يستقيل في تركيبه طويله عريضه عظيم بحكي. حتى ما هو مستقيل عطيه لأكرم الشهيد مطرحه دغري. مش هو العطيه مين قال لك يا مرغم أخاك الله بطلا يعني. بس أنا أصحاب كتير ما هو استشاكي. لا 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 انت لا وزير البيئة ما عندك ولا نقطة ضعف تجاهه إلا أنه معطر. بس أنا عم بقول القبضاي مش القبضاي عمرته. القبضاي بتواجه المشكلة. إذا في كارتال ومافيا أكيد هو مش جزء منه. أكيد مش يعني مش معبرينه بهذا الموضوع. انا لا بدي التهي بموضوع تنوي واعمل بطولات وهميه دونكي شوطيه بروح بسكر وبعمل لا انا بروح على صلب المشكله. صلب المشكله نحن مش منظمين ومش مكونين. طيب اذا مش هو المشكل مين المشكل؟ المشكله نحن ضعاف. انت اليوم خصمك بدي اعتبر في خصم بهالوطن، في خصم بالسياسه وفي خصم بالتنميه وفي خصم بكل شيء. انت وضعك ضعيف، انت مش مشكل قوه سياسيه ضاغطه وتوافق دائما فيهم يفوتوا فينا. يعني اذا انت زعلان بفوتوا علي وانا برضى وبمشي بلاك وبيمشي الحال. اليوم دول المنحه يعني انا مشكور الوزير بوصعب على موضوع الاتصال بالاتحاد الاوروبي، بس لمعلوماتك الاتحاد الاوروبي صار له 30 سنه بيصرف بلبنان على موضوع النفايات. ليش دائما مستثنى جبل لبنان؟ ليه
لأنه ما في قوى سياسية طالب بحقه. طب ليش أنا بدي أروح على غير مناطق ما فيها المشكلة؟ أكيد أنت أنا بستقبل سفير بدون ما يفل السفير من عندي ومموله شي حرشة صنوبر ولا مموله شي مشروع. طب هيدي يا ما السياسيين مطلوبين منكم، مش مطلوب منكم دغري المدام تعمل لجنة مهرجانات وتقصل لي الشريط وهيدي هي وانبسطنا. هيدي إبرة المورفين بدنا نوقفها، هيدي تضحكوا علينا بخبريه وبتروح بتعزي هيدا النمط مش مطلوب منكم، انتم مطلوب منكم تتوافقوا. برافو عليهم الطشنق، برافو كل اللي انحكى وعملوا مصلحتهم واللي بدك اياه، بس برافو عرفوا قطفوها، غيرهم قتل هن قطفوها، هن وصلوا للي بدهم اياه، برافو عليهم. طب ليش ما بتبلش؟ انا مش عم بحكي طائفيا، انا عم بحكي لا بس مضطرين نحكي طائفة، مثل موسم التفاح هلا كيسد عند المورنة، بس موسم التبغ عند الشيعة ما عليه بدها تشتري الدولة، وموسم الحمضيات كمان بدنا نلاقي له حل لأنه للسنة. خليني اقول خليني اطلع من لبنان أكيد. لانه بدك تحكي طوائف بلبنان. انا بطلع امريكا، الولايات بامريكا بتعرف انه انت بيتقاتلوا بالكونفدراليه تيستجلبوا، يعني بيستجلبوا مثلا بيخفضوا الضرائب، بيعملوا انسنتيفز، بيعملوا تحفيزات ليشدوا الناس او الصناعيين او الراس مال او الاستثمارات من ولايه لولايه. وهيدي انت ضمن الولايات المتحده المفترض، بس الدوله المركزيه بترعى هالتنافس انه يكون منطقي. بس اليوم من حق الضياع أو الأقضية، خلينا نقول على مستوى الأقضية، تتنافس باستجلاب التمويل، التنمية، الدول المانحة. هو الشاطر بشطارته. جبل لبنان شو عمل؟ ولا شيء. جبل لبنان صار له سنتين غرقان بالزبالة، شو عمل؟ ولا شيء. كم بلدية انطلقت؟ اليوم رؤساء البلديات ضايعين، ما في هيئة مركز. اليوم نحن استقبلنا أستاذ غسان مخيبر على ندوة ببلدتي وشرح الفكرة. نحن بأدار 2016 أطلقنا من وزارة البيئة يا خي خطة عمل، وبلشنا خلية أزمة وشكلناها برئاسة الأمة قام. اليوم الأمة قام ما دعيت على ولا اجتماع، وأنا مع أنه بحترمها والبدك، بس أنه اليوم في خلل بالنتيجة. هيدا موظف دولة، أنا بدي شخص مستقل عنده قرار سياسي قدران يهجم. طيب اتحاد بلديات المتن حضر اجتماعين وبعدين ما حضر، طلبنا منه اجتماع يشرح لنا عن هذا المعمل. مش عم بحكي الأمور مثل ما هي، يمكن تربي لي 100 عدو هلا. بس ما زهقنا. حضرت اتحاد المتن، حضرت حضر ممثل عن اتحاد ممثل المتن. كمان ايه زهقنا منضحك على بعضنا ونلبس كفوف، ما بقى بدها. في شلل، في شلل بمؤسساتنا المحليه. شو بدي انا شو يعني وزاره الداخليه؟ خلي اليوم اتحاد بلديه المتن يطلق خطه على مستوى المتن ويمشي بمشروع، وخلي وزاره الداخليه توقف له مشروعه، وهيدي معركه بتكون تحرز انه كل الاحزاب تنزل فيها وتقتل فيها. خلينا نشوف الفيلم اللي حضرته عن جرين سيتيز. هيدي اذا بدك الخطه الاستراتيجيه كيف، وهيدي رح نحكي عن مثل تبييض الاموال، المدن الخضراء، في عندك تخضير الاموال. هلا نحكي استعمال الاخضر على الطالع وعلى النازل. يلا رح نحكي. تفضل. شو يلي بيخلي المدينة تكون خضرة؟ ندهن سطوحة أخضر، نفقع خطاب أخضر، المدينة بتصير خضرة وقت نبلش نفكر أخضر. السقافة، الهندسة، طاقة، المي، الشجر، الصحة، نفايات والنقل، هودي معايير المدن الخضرة. تعون درجة بلبنان، تعون فكر أخضر. بيكاثون بلدة بيروت، تعون فكر أخضر على بلدتي.com. بشكل سريع هيدا شو؟ بالعالم كله تنافس المدن بطل على المستوى السياسي. يعني اليوم يمكن الضمان الصحي بدق بالعالم، أو إذا بدك هذا الاقتصاد الجامع، يعني بس بدك تكتمش قاعدة بدق إلا بصحتها، مش بيكون ضمان شيخوخة بلعب لهم بشعب. بس بالعالم استراتيجيات الكبيرة صارت البيئة، والبيئة صارت المدن عم تتنافس. أنا مدينة خضراء، لا أنا مدينة خضراء أكتر. أنا هالمعايير هيدي اللي بنسميها Green Cities Criteria، يلي هي سبع معايير. اليوم في مدن، او انا بدي اخذ على المستوى التجاري، بيطلع بنك بيقول انا بنك اخضر. طيب اي معيار انت بنك اخضر؟ عملته خضرة يعني. واليوم الناس اكثر شيء بيتعمل فيه اليوم الناس عندها افكشن. يعني انت ماشي بالسوبر ماركت، اذا بتلاقي برودوي عليه مثلا صديق للبيئه ولا شيء، اندايركتلي صار عندك انه ميل تشتري. يعني ميل انه تشتري لانه بتحس انه والله عم بيساعدوا البيئه.
طيب مين المعيار يلي بيخلي يضبط هالرأسمال الفاسد هيدا يستعمل هالكلمة الخضراء هيدي؟ طيب انت انا لبسة اخضر اليوم، برافو انت خضراء. بأي معيار هالمدن بتصير خضراء؟ هون جينا نقول لرؤساء البلدية اذا ضايعين هيدي خريطة الطريق، بتحطوا هالسبع معايير وبتعملوا ميزانياتكم على هالسبع معايير وبتاخذ نقط، وانت لما بتاخذ الكارنيه بالمدرسة وبتقول يا خيي انا قديش اخذ على النقل؟ صفر. وقديش ناخذ على إدارة المياه؟ صفر. وعلى إدارة النفايات؟ صفر. انا مسفر بكل هو هات لشوف كيف بدي اعمل بكل ملف بملف، وإدارة النفايات وحدة منها، يعني ما في يحكي سياسي انا ببلد مش عارف يدير نفاياته. نحن الغلط انه بتبقى كامبين ماشي على سي ان ان والجبال الزبالة من تاني مال. في شيء غلط، يعني في شيء انه مثل دوفوار بدنا نعمله ماشي الحال. هلا هالسبع معايير جينا نقول هودي من 3 سنين عم نبرم بالمدارس وبكل هالمطارح انه نبشر انه هالتلاميذ على القليل الجيل الجديد، نقول لهم يا خيي هيدي المعايير تما تضيعوا الطريق. والنفايات بتجي مش انه فرض واجب انا عم شيل زباله، النفايات بتجي بسياق خطة لا تعملوا ضياعكم أكثر اخضرارا. طيب رح نبقى معك، إنما رح ننتقل لاتصال هاتفي. تعقد جمعية محاربون من أجل السلام مؤتمر صحفي عشية يوم السلام العالمي الساعة 11 من قبل ظهر اليوم بخيمة أهالي مفقودين بحديقة الرئيس رياض الصلاح. تتطرق خلاله لقضية 17 ألف مخطوف ومخفي قسرا ومعاناة عائلاتهم المستمرة منذ انتهاء الحرب الأهلية. ويطلق أعضاء الجمعية خلال المؤتمر مبادرة للمساهمة كمقاتلين سابقين بتحقيق تقدم بحال المفقودين والمخطوفين والمخفيين قصرا بمحاولة لتخفيف معاناة الضحايا وعائلاتهم. اتصال هاتفي مع أسعد شفتري حول هالموضوع. صباح نائب الخير. رئيس الجمعية، تفضل أستاذ أسعد. صباح الخير. صباح النور. شو رح تعملوا اليوم؟ حقيقة هو مؤتمر صحفي فقط، إنما الفكرة هي حقيقة إنه كان كل واحد منا ربما متعاطف فرديا مع قضية المفقودين كمحاربين سابقين، بيعرف أو ما بيعرف مباشرة أو غير مباشرة معلومات حول هالقضية. الفكرة هي حقيقة نحول القصة من أنها تكون شخصية إلى تكون وطنية، يعني وهي رح تكون دعوة أول شيء منها تعهد أنه تحط حالنا بحد هالعيال المفقودين ونحاول نشوف كيف فينا نحن وياهون نتعاون وندعي المجتمع الوطني، المجتمع اللبناني يعني بكل مكونات وخاصة الشهود يلي بيعطوا شيء خلال الحرب أو يلي شاركوا بالحرب وربما مرتكبين كمان. فقط للتذكير يعني معينة نفتش عليها سوا حتى نعالج نساعدهم التفتيش على أحبائهم ونوصلهم على محل معين يعني حيش هالقضية ضايعة. يعني مؤتمركم فقط لتذكير وإعادة الأمور هيك تنبحث من جديد، خاصة أنه الموضوع منه جديد والقضية بحثت أكثر من مرة وبتحركات كتيرة. يعني تحرككم أو مؤتمركم اللي عم تنو تعقدوا رح يغير شيء برأيكم؟ خليني أقول لك، نحن محاربين سابقين بنا ناس عادية جايين من عدة جهات، نحن اليوم حوالي 25 محارب سابق بالحرب الأهلية جايين من كل الأحزاب. هذا فرق تجاه أنا بعتبره أساسي. ثاني فرق إنه نحن ناس شاركنا بالحرب وربما مرتكبين أو بنعرف إلى آخره. ثاني شغلة رح نعملها اليوم هو حقيقة نداء للي بيعرفوا، يعني من ناس شاركوا بالحرب لناس كمان شاركوا بالحرب أو كانوا شهود خلال الحرب. أنا ما بعتبرها القصة إنه هيك وحدة زيادة من كل هالقصص اللي عم تنعمل، لأنه قبل حرام كانوا عيال مفقودين فقط هني وحدهم عم بيتحركوا ويحاربوا بترميل هالقضية. اليوم نحن حاطين حالنا مستعدين نكون خدام عندهم، يعني مشان قضية. ما هو السؤال ليش اليوم مش قبل تحركتوا؟ اليوم لأنه طنطشنا، كنا قبل أفراد كل واحد لوحده، وبنعرف الفرد بس يكون لوحده في تخوف في تصور منه. لصرتوا بإطار جمعية قصدك؟ عفوا؟ لصرتوا بإطار جمعية جماعية طبعا. ثاني شغلة، صار في هالمشروع القانون يلي هني مقترحينه
على مجلس النواب والعلان بمجلس النواب. طيب بس استاذ اسعد اكثر من مصدر وزاري ونيابي بيقول انه هيدا الملف انتهى وما له بقى ابعاد اكثر من هيك، يعني وصل لمرحله يقولوا لك خلص. خلص نعم، انما في 17000 عائله بعده جرحى مفتوح وناطره خبر عن احبائه. صحيح يعني خلص. صحيح بس يعني بالنسبه لهم هن بالنسبه لهم مر عليه الزمن. مر عليه ما حدا زائد حدا بمر عليه هيدا اكيد الزمن، فقط ربما السياسيين اعتبروا انه مر عليها الزمن على القضيه، انما عمليا في عيال بعدها منتظره وعم تفتش وبدها كلمه، بدها شقفه قميص، بدها زر، بدها شو ما كان خبر تعرف الحقيقه وتعرف تقدر تبكي وتحزن وتحز على يلي فقدت. بالتوفيق استاذ اسعد شفتري وشكرا لك على هالمداخله. استاذ شاكر بدنا نرجع نحكي معك اكيد، ولكن خلينا نستعرض ما تبقى من الصحف سريعا لانه الوقت عم بيداهمنا. صحيفه البلد عنونت اللاجئون بين اولاند وسلام والحكومه والحوار برسم التيار، وننتقل الى صحيفه اللواء التي عنونت بدورها سلام يقترح خطه خماسيه للبدء بعوده النازحين خلال 3 أشهر، المستقبل ينفي ترشيع عون والربي الى التصعيد، وعين بري على التشريع. هلا مش عم نعرف مين عم يتسابق مع مين، الوزير سجعان أزي ام الرئيس تمام سلام. الشرط نعم. فشل الهدنة واجتماع دولي لبحث مستقبل سوريا، أولاند يحرك الملف الرئاسي اللبناني في نيويورك، ودور ريادي في إعانة اللاجئين، وأفغاني وراء تفجيرات أمريكا، وتاتش وألفا تخفضان أسعار الإنترنت. مبروك للبنانيين. عن هذا الموضوع نتيجة 2 دولار اختنينا ما هيك وفرنا منيح الحمد لله. وأنا أنتقل إلى آخر الصحف معنا لليوم، صحيفة نشيط وزير الاتصالات قدري أنعن للشركتين الحمد لله. بالبناء ارتباك أمريكي بإعلان دمشق انتهاء الهدنة وبدء الرد الموجع على الغارة، عودة سريعة للجان المشتركة الأمريكية الروسية في جنيف لتعويم التفاهم، العونيون يستعدون لجولات التصعيد ولا أفاق لتسويات تنعش الحكومة. نروح سوا للكاريكاتير، كاريكاتير الجمهورية لأنطوان غانم سلام من نيويورك لخريطة الطريق لحل أزمة النازحين، والخريطة مش مفهوم من شيء. تتذكر هذا اللي كان يقول لك من وين بتنهي وين بتوصل، تقعد ربع ساعة الأدرس بلبنان مثلا، هي العقدة العقد يعني حد ترومبا أول مفرق على الشمال بتنزل نزلة قوية بعدين طلع، لا بيكون في برميل زبالة بتطلع من حده تعرف إنه هلا في كومة زبالة بطل في برميل. هذا ملف لحقناه من شيء 6 سنين نعم. تبين انه في 4 جهات بلبنان هي معنية بالادراس وحلها بقى، دايرة المساحة وزارة المالية عندها زيب كود لوحدها نعم. الجيش اللبناني عنده قانون بيحصر الخرائط فيه بالمساحة شخصيا، شركة الكهرباء عندها لوحدها، ليبان بوست عندها لوحدها، 4 زيب كود يعني فيك تعطي 4 عناوين وكل واحد بيروح. ما تتخيل على ابسط الامور ما يعني ما اتفقنا، ودوله البلديات اليوم بتسمي الشوارع بطرق عجيبه غريبه يعني ولا فيك تحضى فيها ولا فيك تلقي فيها. هيدي عم بقول هيدي شو لها علاقه بالحل المركزي؟ عم نقول هيدا حل لا مركزي. نعم. طيب انتم اليوم ترتيبات بسيطه صغيره، يعني ما بدي اغير سياسه الشرق الاوسط، انا بدي اشياء بسيطه. رجعنا على يعني التجربه اللي عملناها بالمتن، انه جمعنا كل هالناس حول بعضهم، تفاجئنا انه اول شيء الاحزاب ما بيحكوا بعضهم، اتحاد البلديات غايب، وزارة البيئة لا حول ولا. طيب لمين بتلجأ انت؟ للناس؟ مجتمع مدني؟ بدي اقول لك انه في واقع بجبل لبنان انه طبيعة المجتمع المدني بتختلف بالمناطق. يعني اليوم في منطقة فيها تنزل من زروبي صغيري 500 شاب وبنت، وفي مناطق يعني انا مني وجور ما بنزل على الشارع وما بحرق دولاب. بدك يعني اليوم انت التحرك المطلبي والمدني بده شوي يكون، مش عم بحكي انا برقي، عم بحكي ضمن الامكانيات، بدك تفهم شعبك تتعرف كيف بيتحرك هالشعب. يعني بكره انت مش شارك باضراب النقل؟ اكيد لا. شو له طعمه هلا الاضرابات؟ شو له طعمه؟ روحوا اعملوا شغلكم، كل واحد يعمل شغله. نحن بلد ما بيشتغل، ادارات بتسكر بتضحك، هي خبريت نهار الجمعه بيجي الساعه 9 بفل الساعه 11 مسخره، عم نضحك على بعضنا. خلي كل وضعت الاصلاحات ضمن سلسله الرتب يلي موقفه هلا الى حين الافراج عنا. خلينا نرجع نحكي عن المعيار الاخضر يلي نحن عم نقول خلينا بحالنا نرتب بيتنا وبعدين نحن بنشوف كفيلين بعدين نقاتل العالم كله سوا على مستوى المتن. فشلنا بهيدي
خلية الأزمة. اليوم في طرح من أستاذ غسان مخايبر بتطوير هذه الفكرة لتصير هيئة برلمانية وعندها نوع من سلطة قانونية، نحن معه للآخر فيها. بدنا رأس واحد يدير هذه العملية على مستوى القضاء، بس يجمع كلها ستيك هولدرز وما حدا يحس حاله أكبر من القضاء. اليوم ليش ما بيجوا على طاولة مستديرة؟ لأنه كل واحد منهم بيعتبر إدراني عطل، أنا عندي مشروعي، هداك عنده مشروعه، ليش هو بده يقطفها أنا بقطفها؟ ما فارقة معي مين بيقطفها، المواطن العادي بده حلول. هن ليه بيعملوا طاولة مستديرة لما يكون في رأس؟ ومعيب إنه ما حدا رأس الطاولة. تعرفي عن قصد ليش أخذنا المتن نحن؟ ما نضحك على بعضنا، المتن قضاء ما في يقول محروم. يعني محروم يمكن من التنمية إيه، بس إنه قضاء نسبيا مرتاح مرتب بوسط البلد، منه بعيد عن اللامركزية، منه على الأطراف، يعني ما عنده كتير أسباب تما ينجح. وبرضه نحن عم لحقين هالمشكلة للآخر لنشوف آخر شيء. إذا قضاء المتن ما نجح السلام عليكم. اليوم قضاء المتن قد عاطين لحالكم مهلة؟ الأشياء عم تركب، تعلمنا شوي إنه نكون هيك باطنيين ونفس طويل، لأنه إذا بتحترق دغري اليوم بفتكر ودينا كتير رسائل لازم يحضروا حالهم إنه شي نهار بدنا نبجه خلص المجتمع المدني وجباته الحاسي. مش بس رسائل ببيس وإبر والبدك، يعني مع كل محبتي، بس لأنه سنة ناطرين ما بقى فينا ننطر كتير لجانبكم تتحركوا. تفضلوا على مستوى المتن، نحن ناطرينكم، احزاب سياسيه، مجتمع مدني، دوله، بلديات، كلكم مسؤولين. قلتك هالصوره اللي نشرتها اليوم صحيفه البلد باخر صفحه بسلام عن التبت حلوه بتنفعنا بلبنان بعد لما خلص البحر باي باي. ليك السلام الداخلي بيخليك شوي مع الخبره تعرف انت تحدد اهدافك. كنا عم نختلف على موضوع وزير البيئة ولا لا، أنا بلاقي حدد هدفك. الكارتال والعلة صرنا فهمنين وين هيدا اللي بده ضرب، رأس الحية مفهوم وين. اليوم في ناس بدها مصاري بالنفايات، في ناس تانية عم بتقول لا أنا بدي بيئة وبدي بيئة حلوة وبدي أخضر وبدي أوفر على جيبة البلديات. هاي المعركة هونيك. لنشوف مين معه ومين ضد. خلينا نشوف آخر كاريكاتور للنهار. أرمان حمصي، كلمة سلام في مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين، اللجوء الفلسطيني، اللجوء السوري أتقل منه ومتقلين على تقلين ومش سلام قادر يكتب اللي مش قادر يوصل يقول كلمته حتى، يعني هالقد بس تأخر حتى عرف المشكلة بعد سنتين. حمل كبير لا يحصد عليه. نحن بدنا نشكرك أستاذ شاكر نور رئيس جمعية بلدتي. اللي هلأ هالأحد وين المشوار؟ هالأحد هلا بطلنا كل أحد قريبا على رمحالة بتسعة الشهر. رمحالة ضيعة كتير حلوة، عاملة إنجازات كتير حلوة على مستوى البيئة، بتكرر صرف الصحي على القصب، عندها تجارب صغيرة وهيدي بس نزور ضيعة. نحن منبش شوي على هالأمل يلي موجود وعلى المميزات. هيدي رمحالة، والليلة عشية عنا موعد نحن وياك، الله راد بيسلموا سما، بيسلموا على السما إن شاء الله كمان يتابعوها. وهيدي رجوع إذا بدك للأصل، للجذور تنتعلم كيف شو بدنا نترك لأجيالنا بعدين. صحيح. عنك حال ابن بلدة إليج غني عن التعريف، أهلا وسهلا فيك أستاذ شاكر نور. محطة صغيرة إعلانية متابعة كمان الفقرة فقرات برنامج متبقية لغاية الساعة 2:30 أجندة اليوم من الأو تي في.